وصل الإنسان اليوم إلى خرق الكثير من الخفايا بفضل الإنجازات العلمية والتكنولوجية وعالم المعلوماتية، لكنه لم يتوصل بعد إلى فك لغز الخرافات والمعتقدات المتوارثة من جيل إلى جيل، والذي يتعلق بها البعض ربما لأنها تسهل عليهم تحمل أعباء الحياة ومشاكلها. حقيقة انتشار الأخطاء الطبية ينجم عن أخذ الناس المعلومات من مصدرها الغير صحيح أو مصدرها الغير سليم. دائما نركز إحنا في مجالنا الطبي وفي مجال نشر الوعي الثقافي والغذاء السليم على أخذ المعلومة من أهل الاختصاص، لأنه اللي يناسبك يناسب غيرك، ما يناسبك أنت تماما. تعرف رفة العين بأنها عبارة عن انقباض لا إرادي للعضلة الدائرية التي تحيط بالعين، وتزداد هذه الحالة في حال التمادي بالأسباب التي تقف عليها كالإجهاد والإرهاق المستمرين وقلة النوم والنشاط الجسدي المفرط وشرب الكافيين بشكل كبير والعمليات الجراحية التي تتعرض لها العين. ولكن يقال أن رفرفة الجفن مؤشر على حجم التوتر، فهل هذه المعلومة صحيحة؟ بالنسبة لرفرفة الجفن، رفرفة الجفن هي عرض لشيء ما، إما أن يكون عصبي أو عضلي أو نفسي توتر. شو يعني عضلي أو عصبي أو نفسي توتر؟ العضلي اللي في الجفن إلى عضلات محركة للجفن، قد نتيجة الإجهاد البصري، نتيجة السهر الكثير، اضطراب النوم، يقوم العضلة يصيبها نقص تروية فتبلش بتقلصات زي التكزز العضلي، يعني تكزز عضلي خفيف، فتحدث التقلصات السريعة فتحدث رفرفة الجفن، هذا ذو منشأ عضلي. المنشأ العصبي قد يكون عرض لنقص فيتامين B12 لأنه هو المقوي للأعصاب، فإذا الإنسان عنده نقص في هالفيتامين ممكن يحدث عنده رفرفة الجفن، دليل أنه عنده نقص لفيتامين B12. التوتر بشكل عام ينعكس على الجهاز السمبثيك، الجهاز العصبي، فقد يكون شكل من أشكال التوتر اللي هو رفرفة الجفن. أما علاج رفة العين فهو في الحد من الأسباب المؤدية لها، فعند الشعور بها يجب أخذ قسط كاف من النوم ومحاولة التخفيف من الأنشطة الرياضية المجهدة. أما إذا استمرت هذه الحالة لأكثر من شهر فيجب مراجعة الطبيب، الذي قد يصف عقاراً خفيفاً مضاداً للانقباض أو حقنة في محيط العين. أنصح الجمهور الكريم والأخوة الأفاضل المتابعين أنه دائما صحتك اهتم فيها في المقام الأول. التشيك الدوري مع أهل الاختصاص، أهل الطب والصحة، هو مهم جدا حتى لو كنت أنت سليم، وأكون حذر في انتقاء المعلومة اللي تناسبني. تعتبر العين من أهم أعضاء الإنسان التي أنعم الله تعالى بها علينا، فمن خلالها يحصل الإنسان على جزء كبير من معرفته ويتعرف على كل ما يحيطه، وتساعده أيضاً على التفاعل مع العالم الخارجي بجانب مساعدة بقية الحواس.